دعا عدد من أعضاء مجلس النواب الدولة إلى تدخل لوضع حد للحرب الدائرة في محافظة البيضاء بين رجال القبائل والقاعدة من جهة ومسلحي أنصار الله من جهة أخرى. وقال النائب ناصر عرمان في جلسة اليوم إن البيضاء محافظة منسية، ولو كان ما يحدث فيها يدور في محافظات أخرى لتغيرت الأمور. أما النائب حسين السوادي فقد طالب الدولة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة إلى تدخل لوقف الحرب في هذه المحافظة التي قال إنها بدأت تأخذ منحا آخر. من جانبه حث النائب منصور الزنداني لجنة الدفاع والأمن بإضافة التقصي بشأن أحداث البيضاء لموضوع متابعة التحقيقات في قضايا اغتيالات لسياسيين وعسكريين حسب تكليف سابق من البرلمان. وكان البرلمان قد استمع في جلسة اليوم إلى رسالة من رئيس الجمهورية تدعو البرلمان للإسراع في إقرار قانون خط الأساس البحري لإيداعه لدى الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.